صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة. انا قاعده نصور في خاطر معناتها نفس المشهد اللي شفته نهار 12 جانفي شفته اليوم، بوليسيه 12 بوليس متلمين على 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 شخص قاعد في القاعه. انا قاعده نصور، نحاول تليفون، نحاول حجابي، كفروا علي يا ربي. في بالهم انا معناتها مش نتراجع، رجعنا لوعدنا، لمينا بعضنا ورجعنا، فما رعنا الا فما واحد منهم قال خزر، قال اسكو هذه طفله ولا طفل؟ نقول له لا يا سيدي انا طفله ونتشرف اني نكون مراه، لكني مراه بألف رجل. نقابات الامن هي نقابات ارهابيه، ونقابات القضاء، نقابات كمال الطيف، نقابات كنو، وهاني سميت بالاسماء وانتظر الاعتقال. نعرف اليوم اللي هما صوروني على خاطرني اقرب انسانه كنت لهم، نعرف اللي اليوم مش نعتقل مش منهم، مش يعتقلوني اليوم خاطر انا شفتهم وهما خايفين مجلس تاسيسي. هذه هي الحاجه الثانيه. ثلاثه من الناس نحولهم من الحجاب، هذا من ثلاثه من الناس، وفما محاميه ضربت، فما صحفيه من جزيره المباشر وصحافي من جزيره المباشر ضربوا، ام ايمن بن عمار اللي ولادها زوصه بك مشدودين، كفروا عليها ربي. رساله واضحه انا اوجهها اليوم، الارهاب الحقيقي هو ارهاب القضاء، هو ارهاب نقابات القضاء، هو انه نقابات الامن اليوم ما فيها باس كان قلنا لا تحبوا ترجعونا العهد بن علي. نقول لكم نحن لا نستسلم، ننتصر وسننتصر ولن نموت الا بعد تحقيق غايتنا في هذه الحياه وفي هذه الارض هي الحريه. رساله الى شباب الثوره، بجاه ربي برسمكم تستناو في حركه النهضه ولا تستناو في احزابكم؟ مش تبع فيلكم ميساج مش تهبطوها، يلزمنا بربي. انتم عبيد لحركه النهضه بالنسبه لي انا، وعبيد للاحزاب اللي تنتموا لها. انا كونتر حاجه يلزمني نهبط اليوم، نحولنا حجاباتنا، صبونا، كفروا علينا يا ربي، اعتقلوا اخوات واخوه منا، يلزمنا. مازلكم قاعدين؟ وين الدستور نتاعكم؟ وين دستور الحريات باسم الحريات باسم الدستور اليوم باسم هذا الدستور باسم هذا المجلس اللي نخبنا له اليوم؟ اتنحت حجاباتنا، تكفرت علينا ربي، واعتقلنا مجرد ان قلنا لا سنقول لا وسنظل نقول لا. عدوا لنا عدوا لنا سجونا باعدادنا، هذه رساله لكم، عدوا لنا سجونا باعدادنا. حتى كانت شديت انا وتشد هذا وتشدت هذه، مازال فما برشا مش يتشدوا، لهذا مازالت المعركه. الثورة اليوم بدأت، الثورة ثانية اليوم بدأت، الثورة ثانية اليوم. ويا احنا يا انتوما، كان انتوما تناسوا العنف، نحنا صوتنا هو العنف، صوتنا ثورة وصوتنا قوة. صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة.